السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. واصل فريق المنامة انتصاراته المتتالية في الدورة السداسية لدوري زين البحرين لكرة السلة بعد أن حقق فوزه السابع على التوالي، والذي جاء على حساب الاندويدرات ب70 نقطة مقابل 49، فيما عزز الحلا من آماله للتأهل للمربع الذهبي بعد تغلبه على النجمة ب93 نقطة مقابل 74 نقطة. انتزع الأهلي فوزا ثمينا من منافسي دار كليب بثلاثة أشواط مقابل شوطين باللقاء الذي جمع بينهما في ختام القسم الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة، وضعته في صدارة الترتيب العام للدوري برفقة دار كليب. في المقابل نجح النصر في استعادة المركز الثالث، وذلك بعد فوزه على منافسه بني جمرة بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متفوقا بفارق نقطة عن النجمة الذي تراجع للمركز الرابع. أعلن النادي البسيتين رسميا عن تعاقده مع اللاعب السوري إسراء عامر ليكمل الموسم الحالي مع فريق كرة القدم بالنادي بصفته لاعب محترف أسيوي. يذكر أن اللاعب كان متواجدا مع فريق البسيتين في الموسم الماضي.